مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. نقول في الأول باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اختفاء واختفاء واختفاء، نقولها بكل صدق. هناك اختفاء الزوجة المسيحية ماري جرجس نسيم رزق ونجلتها 3 سنوات في ظروف غامضة. نشرت الصفحة والجروبات المسيحية عن اختفاء السيدة المسيحية ماري جرجس نسيم رزق 23 سنة من مركز نظام بمحافظة الدقهلية، متزوجة منذ 4 سنوات ونصف من روماني نبيل منصور، وهو عامل إنتاج بشركة بقرية ميت بشار مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. واختفت مع طفلتها ماروسكا روماني نبيل منصور 3 سنوات. وما الذي حدث؟ وما الذي جعل الدنيا تكون عليها وطيها؟ هل وتأتي أخبار أخرى من الأقباط ولم نفهم المعنى؟ مسيحية الديانة، ننشر شهادة ميلاد السيدة القبطية ماري جرجس. حصلت القناة على شهادة ميلاد السيدة القبطية ماري جرجس نسيم، والتي تثبت بأنها لازالت مسيحية الديانة حتى نشر الخبر اليوم 6 أبريل 2024. يذكر أن ماري جرجس نسيم رزق 23 سنة اختفت هي وطفلتها ماروسكا روماني نبيل 3 سنوات من مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، متزوجة منذ 4 سنوات ونصف من روماني نبيل، وهو عامل إنتاج بشركة قرية ميت بشار مركز المنيا القمح ومرفق ابتدى. ليه قالوا هذا الكلام؟ وليه صورونا هذا الكلام؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. ليه بالهذا يعني؟ ليه بالطريقة دي؟ ومع ذلك أيضا هناك اختفاء أيضا لمارينا فريد. وقبل أن نتحدث عن مارينا فريد، هل اختفت الأخت ماري جرجس بإرادتها؟ وهل هي ذهبت بإرادتها؟ وأين كانت كل هذه الفترة وكانت مع إنها سيدة جميلة؟ هل خشيت أن تعيش مع رجل قليل من الشأن؟ ترى في عينيها ذلك أنه عامل؟ لا نعرف الأسباب، ولكن نشرت صفحات وجروبات مسيحية عن واقعة اختفاء الفتاة المسيحية تدعى مارينا فريد حنا، وهي بشبر الخيمة بجوار كنيسة مريمينا وأبو سيفين، متغيبة من يوم الخميس. ومن يجد وضع هذه التليفونات؟ ونحن نبحث عن ترسيخ مبادئ وقيم المواطنة الكاملة داخل الدولة المصرية. وجدنا العديد والعديد من الملفات التي لم يتم حسمها، وإن أمام الدولة المصرية الكثير والكثير من أجل ترسيخ دولة المواطنة. ولحينما نصل إلى هذا الترسيخ ستراق دماء كثيرة، وسنرى خلف الأسوار مظلومين، وستضيع أسر، وسيبقى حلم الهجرة قويا. وقبل كل ذلك ستبقى اتهامات لمن قرر أن يفكر بأنه إما متنصر أو متأخر أو ملحد أو ملحد أو مورتك. سنسمع الكثير والكثير من هذه العبارات الرنانة التي ستطلق على من أراد أن يخرج عن ثقافة القطيع باحثا عن دولة مواطنة حقيقية. ولعل من أهم الملفات التي لم يتم حسمها داخل الدولة المصرية ملف اختفاء الفتيات والسيدات المسيحيات، مسلسل اختفاء الفتيات المسيحيات مسلسل مستمر منذ عشرات السنين، وبما يبدو أنه لم ولن يتوقف ما بين التهام المسيحيين بأن هناك عصابات منظمة تقوم بخطف الفتيات القاصرات وممارسة الجنس معهم وتصويرهم وتهديدهم بهذه الصور أو التلاعب بمشاعر سيدة متزوجة ثم ممارسة الجنس وأيضا تصويرها وتهديدها بذلك، أو قيام جماعات دينية بعينها بالتلاعب بمشاعر النساء. نسبة كبيرة من مسيحي مصر يؤكدون وجود هذه النوعيات وينكرون تماما خروج سيدة بمحض إرادتها وقيامها بالزواج من مسلم أو ترك المسيحية. وما يغذي هذا الأمر هو ربط المجتمع والقانون المصري، و
ومرجعيته المادة الثانية للدستور لتؤكد بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والتي تمنع أن يطبق الحرية، في عكس الأمر أن يرفضوا تحول سيدة المسلمة للمسيحية أو الزواج من شاب مسيحي. ما بين كل ذلك يبقى مسلسل اختفاء المسيحيات طعن في قلب المواطنة داخل هذا الوطن، وملف مفتوح ولن يغلق في دولة لا تعرف من المدنية شيئا إلا اسمها فقط. لا، مصر تعرف ايه هي المدنية وتعرف ايه هي المواطنة، ولكن هناك ان كان هناك يعني اخرين خبساء فنحن لا نعرف من هم. نشرنا قبل سابقة رأي القمص رابامون الشايب والصحفي اشرف حلمي، وبعدها رأي صفحة يوميات بحياة الانبا امونيوس لوضع الحل النهائي لهذه الكارثة التي تؤرق المجتمع المصري، وبعدهما كشف تدخل داعش في الامر ومذكرة منظمة MAA الدولية وجهة نظر الناشط الحقوقي المعروف الذي قام بنشرها على صفحته الشخصية، ثم طرح بنود مهمة لوقف ظاهرة اختفاء المسيحيات، ثم طرحنا رؤية الكاتبة ماجدة سيدهم بما يعرف بجهاد الافاعي، ثم قمنا بنشر وجهة نظر الناشط المعروف ايضا تعليقا على ظاهرة اختفاء الفتيات والسيدات المسيحيات. حقيقة الامر انها امور عجيبة، انها امور غريبة، إنها أمور الكل يبحث عن دائما. وذكرة الاعتداء على القدرية الكبرى بالعباسية 11 عاما 6 إبريل على حالة حادثة الاعتداء على القدرية الكبرى بالعباسية بسنة حكم الإخوان 6 إبريل 2013، ذلك الهجوم الذي لم تعد تم بعد صلاة جناز شهداء الخصوص وشارك فيه بلطجية وإخوان، ولم يتم تدخل الأمن إلا بعد عدة ساعات. يعد هذا الهجوم هو الأخطر من نوعا لأنها المرة الأولى التي يتم فيها الهجوم على القدرية الكبرى ومقر بابا الإسكندرية. بدأ الهجوم بعد تحرك وصناديق الشهداء من شارع أقرب الحارة أمام البنزينة التي كانت جوار الكنيسة، وحتى الآن لا نعرف سبب الاعتداء. طوب وزارات وزجاجات كبيرة من فوق العمارات، وحدث بعض الإصابات بعدها اطلاق خرطوش وانسحب الاقباط ودخل الكنيسة، وظل بعض الشباب بالخارج، وزادت حدة الخرطوش والمعتدين تقدموا تحت ستارة من ضرب الخرطوش والنار، واصيب عدد من الاقباط بالخرطوش واستمر ضرب الخرطوش والرصاص الحي، وسقط شهيد وعدد من المصابين، وجاءت الشرطة بعد فترة وضربت وقامت باطلاق قنابل غاز لمنع اقتراب المعتدين المجهولين من الكنيسة، وسقطت بعض القنابل في بنائها وكذلك في حديقة المقر البابوي. ونشكر الله أن قضاء سفر بابا تودروس الثاني لم يكن هناك وقتها، حيث لم يحضروا جنازة الشهداء. استمر الاعتداء حتى مساء نفس اليوم، ثم حضر وزير الداخلية وكان وقتها اللواء محمد إبراهيم لينتهي فصل مؤلم من تاريخنا المعاصر. تمضي الأيام وتبقى الكنيسة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. آمين.